عن أهمية الإطلالة والكاريزما بالنسبة لإلك كإعلامية؟ طبعا الكاريزما سبحان الله يعني هي تكون من الخلقة، يعني يا انها تكون في الشخص او انه احيانا ممكن انه ينميها، لكن الحمد لله دام ان الجمهور متقبلني فهذا معناته انه اكيد في كاريزما. والاطلالة دائما حلو الواحد انه يهتم فيها، لان نحن نكون نموذج للبنات انهم يحبون يشوفون جديدنا ويشوفون شو ياسين نلبس شي عشان انه يعرفون شو الجديد. طيب ريحان، شو جديدك هلا على الشاشة؟ طبعا ان شاء الله في فكره برنامج اكيد مع تلفزيون ابو ظبي على الورق، لكن ان شاء الله راح يرى النور قريبا، فمفاجاه. طيب شو البرنامج اللي بتحلمي انت بتقديمه؟ البرنامج اللي احلم مدري، يمكن البرامج تكون على المسرح فيها تواصل مباشر مع الجمهور، أميل لها أكثر. هل واجهتي أي ممانعة من الأهل، غيرة، أب، من الأخ، من بابا الله يرحمه؟ لكن بالعكس التشجيع كان وايد كبير، كوني كأصغر إعلامية هاللقب كان وايد حلو بالنسبة لي، وكان مصدر فخر لأهلي إنهم يفتخرون فيني. وبعدين دخولي للإعلام كان عن طريق الصدفة، فأنا يعني نوعا ما في البداية حطيتهم قدام أمر الواقع، بعدين الحمد لله أكثر تشجيع أحصله هو من إخواني ومن أمي الله يحفظها. طيب بظل دخول العديد من الإعلاميين والإعلاميات على عالم التمثيل، هل فكرتي بهيدا الشيء أو هل انعرضت عليك الفكرة؟ صحيح، ناحية التمثيل عروض كثيرة، لكن أنا أفضل أني أتم في مجالي أبدع فيه عشان لا أشتت المشاهد ولا أنا أتشتت، فبعيدا شوي عن فكرة التمثيل. طيب بدي كلمة أخيرة منك لما طبعا انا وايد مستانسه اني طليت على متابعينكم ومشاهدينكم، وان شاء الله دائما اكون او اطل على هاي الشاشه، واحبكم وايد وتابعوني. وثانك يو الغاليه، شكرا لك.